الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية يسمى بشهر شعبان، وسمي بهذا لتشعب غصون الأشجار فيه ولتشعب الناس طلبا للمياه استعدادا لموسم الصيف، فهو يقع في زمن الربيع، هذا وقت التسمية. وقيل لأنه شهب، أي ظهر بين رجب المحرم ورمضان المقدس. وقيل لتشعب القبائل فيه طلبا للثأر والاقتتال بعد قعودهم عنه في شهر رجب المحرم. وخلال شهر شعبان تم فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وشهر شعبان لهذه السنة في أوله إقران خامس، والذي يقال فيه إقران خامس ربيع طامس، وفي منتصفه عقرب الدسم، موسم عقرب الدسم، وفي نهايته موسم خروج الحشرات والزواحف والهوام السامة العقارب والثعابين. وأهل الشام يقولون في سعد الخبايا تطلع الحيايا.